كعادته وفي كل شيء عنوانه خدمة البلاد، يكون الحشد الشعبي حاضراً. أبطال الحشد الشعبي وبأمرة قائد محور غرب الأنبار الحاج قاسم مصلح يقومون بإيصال لوازم مدرسية وكتب دراسية أرسلت من العتبة الحسينية لمدارس قضاء القائم من أجل دعم مسيرة التعليم في القضاء وإعادة الحيوية للأبنية المدرسية من خلال عودة الطلبة والتلاميذ. الكتب التي وصلت شملت جميع المراحل الدراسية. كان هناك حاجة ملحة للأخوة في المدارس وهي الكتب. لم تصل لحد الآن الكتب الكافية لهذه المدارس، أخذت على عاتقها العتبة الحسينية المقدسة، زودنا بكمية كبيرة من هذه الكتب واليوم بدينا نوزعها. كانت أيضا هناك مشاكل أخرى في المدارس وهي الأمور الخدمية من ماء وغيرها، أيضا إن شاء الله قدمنا وراح نقدم بعد. إحنا عندنا بعض المدارس يعني أسسناها كتأسيس كامل، مولدة كهرباء، جهاز استنساخ، كهربائياتها، بالإضافة إلى ذلك المدارس والطلاب يعني كان عندهم أقل قليلة من الكتب. تعرف أنت هاي المناهج تتغير كل سنة. لاقت الكوادر التدريسية في القضاء مصاعب جمة ومن جوانب عدة، أضحت كالعصا التي أوقفت عجلة الحركة الدراسية في القضاء المحرر قريبا من سطوة عصابات التكفير، لتأتي مبادرة العتبة الحسينية والحشد كمنقذ لمدارس القضاء من أجل إعادة الحركة العلمية لها، كما أعيدت الحياة وطردت العصابات التكفيرية على يد أبطال الحشد والقوات الأمنية. نحن بدورنا نشكر مسؤول هيئة الحشد الشعبي وأخوانا في الحشد الشعبي لتعاونهم الحثيث في بناء العملية التربوية ودعمها وتقدمها إلى الأمام. كان عندنا نقص في الكتب والملاكات، وقدم إلينا من الكتب شيء كثير، فأحنا نشكر بدورنا كهيئة تعليمية وإشراف تربوي وملاكات تربية. هذا القضاء الذي حرر من عصابات بربرية داعشية على يد الأبطال في الحشد وصنوف الأمنية الأخرى يشهد اليوم وببركة هذه الدماء الطاهرة التي ضحت عودة تدريجية للحياة وبمساعدة أبناء المرجعية من ملبي فدوى الجهاد الكفائي.